إذن ونحلل أكثر أداء الأسواق العالمية مع ضيفتي في الاستوديو السيدة لينا قنوع محللة أسواق مالية في إكويتي جروب. أهلا ومرحبا بك لينا. أهلا بك لينا. كنا ننتظر محضر الفيدرالي الأمريكي الذي يحمل إشارات واضحة إذا ما كان سيبدأ بالمس ببرنامج شراء الأصول، ويبدو أنه في نوفمبر المقبل سيقوم بذلك مع إبقاء الاحتمال رفع أسعار الفائدة حتى العام القادم. لكن لماذا انخفض الدولار على إثر ما تم التصريح به من المحضر؟ نعم، بالفعل بعد الارتفاعات التي شهدناها مؤشر الدولار الأمريكي، وأنه بالعادة بيستفيد الدولار الأمريكي من تقليص برنامج شراء الأصول، لكن ما حدث ذلك أنه أظهر محضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي 9 أعضاء أنه يتوقعون رفع أسعار الفائدة في سبتمبر عام 2022، وكانوا 7 أعضاء سابقين عم يتوقعوا هذا الارتفاع. أصبح التركيز الآن أو استباق الأحداث أنه يكون رفع أسعار الفائدة في وقت أبكر مما كنا متوقعين، لكن المشكلة تكمن في ارتفاع التضخم الذي ارتفع، جاءت متزامنة مع محضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي، ارتفاعات ب 5.4%، ارتفاعات تعتبر يعني عالية وقياسية، يعني هناك سيكون تجديد للسياسة النقدية ليس فقط من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وإنما من جميع البنوك المركزية، يعني صاروا يشتروا على الشائع ويبيعوا على الخبر. فبالتالي فلاحظنا كيف أنه التوجه، يعني فلهذا السبب شفنا تراجعات في مؤشر الدولار الأمريكي عم نشوفها، لكن الاتجاهات على طويلة الأجل يعني لم تثبت، لكن أتوقع بعض التصريحات الموجات الهابطة التضخم عم بيرتفع حتى في صين، مؤشر أسعار المستهل المنتجين الذي ارتفع، هذا دليل على ارتفاع التضخم رغم التضخم في الصين يعني خلال أساس شهري هو متراجع، لكن البيانات التي أظهرت اليوم تدل أنه في ارتفاع في التضخم، فيجب السيطرة على التضخم، خاصة أنه وزراء مجموعة 20 أكدوا أنه بيستمروا في خطط التحفيز، فهذا الاستمرار في التحفيز يعني أثر على الدولار الأمريكي لأن هناك استباق من باقي البنوك المركزية بأن تبدأ بتجديد السياسة النقدية. طيب، على إثر بيانات التضخم اللي فاجأت الأسواق في الولايات المتحدة الأمريكية، لاحظنا، لا أدري هل هو يعني صدفة أم توازي على هذه الأخبار، ارتفاع الذهب. هل الذهب بالفعل ارتفاعه مقترن بالتضخم أم أن هنالك أسباب أخرى؟ الذهب مقترن طبعا بالتضخم، لكن مع توقعات التضخم المستقبلية وليس مع توقعات التضخم أو مع التضخم الأبدي الذي تم الحديث عنه. نعم، لأن التضخم متوقع أن يكون هناك إشعال للأسعار إذا لم يكون هناك أي رفع أسعار فائدة، يعني المعضلة الآن أمام الفيدرالي الأمريكي أن يقوم برفع أسعار الفائدة ولكبح ارتفاع التضخم، أو أن يستمر بسياسته التحفيزية كما كانت عليه مع إشعال الأسعار. ونحن نشوف أزمة الطاقة أثرت بشكل كبير يعني على ربما لها تأثير كبير على أسعار الذهب، يعني لم تؤثر الآن، يعني لم تظهر آثارها على التعافي الاقتصادي، لكن فيما بعد هي بالفعل تؤثر ارتفاع أسعار السلع، يعني راح يخلي أنه هناك تعثر في التعافي الاقتصادي لأن هناك راح يكون تغير في العادات الاستهلاكية، فبالتالي الذهب عم يستفيد من توقعات التضخم المستقبلية لهذا السبب، وأيضا من اجتماع مجموعة 20 الذي أبدأ أنه راح يستمر بخطط التحفيز وأنه هناك فسياسة التحفيز والبنوك المالية الحكومية تدعم ارتفاع أسعار الذهب، ونحن شفنا كيف عم نبلش عم نشوف ارتفاع أسعار الذهب، ولا ننسى أيضا عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات عم تتراجع. نعم، بعد ما كان شفنا ارتفاعات عليها، فهذا تأثير كبير. السؤال الأخير حول أسعار النفط المرتفعة، لماذا تقلق الأسواق، ولماذا الحديث اليوم بأنه يبدو أن السرعة التي تأتي بها أسعار النفط نحو الارتفاع لا تفيد الاقتصاد في فترة التعافي، مع أنه الدول المنتجة للنفط هي المستفيد الأكبر من ذلك؟ نعم، أكيد الدول المنتجة للنفط سوف تستفيد من ارتفاع النفط، لكن ارتفاع الأسعار وارتفاع السلع اللي عم ترتفع بشكل كبير عم تخلي بتولد أزمة التضخم، والتضخم ليس صحي لمسيرة التعافي الاقتصادي، بتغير العادات الاستهلاكية، إشعال الأسعار بشكل كبير، فأزمة الطاقة تحول من الطلب على من الغاز نتيجة تعثر الإمدادات، هذا عم بيسبب أنه تحول إلى الطلب على الغاز، هناك توقعات بأن يزداد الطلب على النفط نتيجة هذا التعثر في مشكلة الغاز أو تعثر في إمدادات الغاز، فرح نشوف ارتفاعات عم نشوفها أكبر على الطلب على الغاز، رغم أنه ارتفاع في معهد تقرير البترولي في زيادة بمخزونات الخام في الولايات المتحدة الأمريكية ب 5.2 مليون برميل يوميا. نحن كمان عم نتحدث أنه هناك إنتاج الخام في الولايات المتحدة الأمريكية ربما هناك راح يكون في تراجع، وكيف منظمة أوبك
أوبك أظهر التقرير الشهري بأن يكون هناك يعني خلال هذه العام تتوقع أن يكون ضعف في الطلب العالمي، يعني خفض التوقعات للطلب العالمي على النفط، فبالتالي رغم أن توقعات الطلب العالمي خلال العام المقبل 100.8 مليون برميل يوميا وهو أعلى من مستويات الجائحة، فالارتفاعات مستمرة نتيجة تعثر سلاسل التوريد، وهذا يعني ربما النقطة الأهم التي نركز عليها، وارتفاعات أسعار النفط تثير مشكلة التعافي الاقتصادي وتعثر مشكلة التعافي الاقتصادي. شكرا جزيلا لك ضيفتي لينا قنوع، وأنت محللة أسواق المال في إيكوتي جروب. يعطيك العافية.